وإلى فقرة النصائح والإرشادات. يا ترى إيش مجهز لنا اليوم؟ من دلوقتي أنا جاهزة. نشوف. دع القهوة تبرد، لا تشرب القهوة أو أي شراب ساخن، فقد يزيد هذا من خطر الإصابة بسرطان الفم أو المريء، بل ينصح بترك الفنجان يبرد قليلا. كذلك ضع نصف ملعقة صغيرة من القرفة في فنجان القهوة اليومي، حيث يسهم في خفض مستويات الكوليسترول في الدم ويساعد الجسم على استخدام الأنسولين بفاعلية أكثر. نظافة الأسنان، احرص على تفادي ترطيب فرشاة الأسنان بالماء قبل وضع المعجون عليها، حيث إن الفرشاة الجافة تزيد من إمكانية التخلص من البلاك بنسبة 67%. مضغ العلكة بين الوجبات، ينصح بمضغ العلكة الخالية من السكر بعد الطعام لمدة نصف ساعة، وذلك لتخفيف من أعراض حموضة المعدة. الانتباه للون اللسان، يمكن للون اللسان أن يكون مؤشراً لمشكلات صحية كثيرة، فاللون الأبيض يدل على ضعف في جهاز المناعة، واللون الأصفر يدل على الإفراط في الطعام والشراب، أما الأحمر في طرف اللسان يعتبر مؤشراً على الإجهاد النفسي. الاستعاذة بالخبز الأسمر عن الأبيض، الخبز الأسمر القمح الكامل يحتوي على نسبة أكبر من الألياف الغذائية، وبالتالي فهو أكثر قدرة على الإشباع، كما أن الكربوهيدرات الموجودة في الخبز الأبيض تسبب تقلبات كبيرة في مستويات سكر الدم. حلو التذكير طبعا. أيوة. حاجات كتير يمكن معروف مسألة الخبز الأسمر والأبيض. المعلومة الجديدة كانت فعلا بالنسبة لي النهاردة، إضافة القرفة للقهوة بتنظم عملية إفراز الأنسولين، وغير كمان موضوع اللبان شفتي بين الوجبات. حلو، شكرا لكم والله، دايما بتتحفونا دايما بتتحفونا مشاهدين ولا فريق الإعداد؟ فريق الإعداد طبعا، شكرا لكم، كل الشكر.